حصل عليها كل من المرشح بدون مقاطعه. واحد السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مشروع عبد الفتاح السيسي حصل على 23,780,104 صوت بنسبة 96.91% تقريبا مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. اثنين السيد حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي حصل على 757,511 صوت بنسبة 3.9% تقريبا مقارنة بعدد الأصوات منصب رئيس الجمهورية مصر العربية في الانتخابات التي تمت في الخارج أيام 15 و16 و17 و18 و19 من مايو 2014 وفي الداخل أيام 26 و27 و28 من مايو 2014 والسيد عبد الفتاح.